دكه بدلاء قويه، مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، بيرستاو، رضا سليم، مروان عطيه، محمد مجدي قفشه، عمر الساعي، ولاول مره سمير محمد ده مهاجم فريق الشباب، وده يعني انت عارفه كنت معانا في استوديو الناشئين، ومهاجم مميز وهداف من فريق الشباب، وكريم الدبيس. رايك في قائمه بدلاء النادي الاهلي؟ لا طبعا دكه قويه جدا، فيها تنوع. دكه البدلاء النهارده فيها تنوع بشكل كويس جدا. الاول نبص مثلا على وسط الملعب، لو احتاجنا حد في وسط الملعب هيبقى الاقرب طبعا مروان عطيه، لو انت احتجت حد سته. احتجت قفشه في وسط الملعب وعمر الساعي، عمر الساعي برضو انا عندي ثقه فيه كبيره، وان شاء الله هتجيله فرصه، يعني مساله وقت بس، سواء لعب النهارده، لعب بعد شويه، لعب بعد شهر، يعني عمر الساعي ان شاء الله لما يلعب في النادي الاهلي وياخد فرصته هيبقى حاجه كويسه جدا في المركز 8 تحديدا. وواحد من اللعيبه ان شاء الله الكويسه جدا. سمير محمد ده من الهدافين الكويسين جدا، المهاجم المحطه اللي ممكن نحتاجه لو انت، لو لا قدر الله المباراه زنقت او حاجه، ممكن تحتاج مهاجم تاني جنب كهربا، فيبدا بيحط مثلا سمير محمد كفروت جنب كهربا. بيرسي تاو ورضا سليم الاجنحه بتاعتك، ودايما بنقول ان الاجنحه هي اللي بتديك شراسه، لما يبقى عندك في الدكه اجنحه كويسه تديك شراسه، فرضا سليم من اللعيبه برضو اللي لازم ان شاء الله الفتره الجايه تثبت نفسها بشكل كويس، وبرضو بيرسي تاو من اللعيبه اللي ممكن تنزل تقلب المباراه، فالدكه عندك فيها حلول كتير. تمام. فيها على مستوى المدافعين ياسر ابراهيم، برضو وعلى مستوى الظهير الايسر في كريم الدبيس برضو واحد من الناس اللي ممكن تنزل. تمام. كبديل في ناحيه الشمال، فالدكه لا الدكه فيها تنوع والدكه كويسه جدا. كابتن محسن، رايك في دكه بدلاء الاهلي ومين الاقرب كمان؟ يعني عمر الساعي، يعني النهارده احنا بنتكلم عمر الساعي، احنا داخلين في المباراه السابعه او الثامنه من بدايه الموسم، ولسه عمر الساعي ما دخلش يعني تشكيله النادي الاهلي وما خدش فرصته الحقيقيه. علامه استفهام، انت بتجيب لعيب ولعيب مصنف ولعيب مكلف، لابد انك انت تبدا بيه، تدي له الفرصه بدري. تاخر اشراكه انا مش واجد له مبرر، هل هي اصابه موجوده، اضطر ان هو يعمل تجهيز، هل لياقته البدنيه لما جه كولر وجد انها بعيده عن لياقه الفريق، فعمل له برنامج عشان يوصله اللياقه البدنيه بحيث انه يتساوى مع زملائه في ارض الملعب، هل هي حيره عند المدرب في اختيار المركز الملائم لهذا اللاعب في هذا التوقيت؟ يعني في اسئله كثيره بتدور، لكن عامه مش مستحب انك انت تجيب لعيب مكلف وتحطه على الدكه او تشيله بره القائمه، مش مستحب اطلاقا، وبالتالي دي بتاثر على اللاعب نفسه، يقول لك طب انا جيت، انا جاي النادي الاهلي عشان النادي الاهلي، انا جاي عشان اصنع تاريخ، عايز اصنع اسمي، عايز اصنع بطولات زي زملائي، وبعدين يجد نفسه بره القايمه، دي حاجه مش مستحبه. اتمنى ان كولر يعني ياخد باله من النقطه دي، وانه يعطي فرصه للولد ده ان هو يشترك في الجزء الثاني من المباراه على الاقل. لكن انا كنت عايز اعقب على حاجه قالها الكابتن عادل بالنسبه لعمليه الضغط العالي، هل هو مفيد للاهلي ولا للاتحاد ولا مضر؟ ضغط عالي معناها ايه وانت لاعب كوره وعارف ان جهد زياده، انك تعمل ضغط عادي، انك انت بتجري في بسرعه عاليه، بتضغط على مساحه محدده، مش ضغط فردي، المفروض ان هو ضغط جماعي زي ما قال الكابتن عادل، وبالتالي ده بياخد من، بيستنزف من الطاقه بتاعتك اللي موجوده، اللي المفروض تكفيك 90 دقيقه، لما انك انت تعمل الاستنزاف الطاقه دي بدري، بتنزل الشوط الثاني بتجد ان المخزون اللياقي بتاعك قل، ما تقدرش تعمل ده. فدي بتبقى محتاجه اولا تعليمات، ثانيا قائد في قلب الملعب او المدرب يقوم بيها، يعطي اشاره يعطي اشاره اضغط، يبقى كله بيضغط، وبعدين بيستمر الضغط. على فكره اكبر ضغط ممكن يبقى دقيقه دقيقتين، ما يستمرش اكتر من كده، ولا اللعيبه تقع منك، او اهدى، يقوم الفريق يثبت مكانه ويبدا يتناقل الكره، ثم اضغط مره ثانيه. فالضغط يعني العالي على فترات في الملعب لابد ان يكون على فترات.